السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل لسنة ستة، هنشتغل امتحان نهائي محافظة من المحافظات اللي احنا بنحلها كل مرة. طبعا انا بحاول البي طلباتكم على قد ما اقدر، يعني في التعليقات بلاقي ناس كاتبين لي اعملي محافظة الفيوم، اعملي محافظة اسوان، اعملي محافظة القاهرة. احنا عملنا محافظات كتير وان شاء الله هنكمل بقية المحافظات على قد ما نقدر، وبحاول البي لكم طلباتكم. في ناس بيطلبوا مني اعمل محافظات انا عاملاها فعلا، لان هم بيبقوا جداد عندي في القناة فمش بيبقوا عارفين. انا عاملة منهج الصف السادس كله في قوائم التشغيل في القناة، العناوين الرئيسية اللي فوق في القناة لما بتدخل عليها بتلاقي قوائم التشغيل، اضغط عليها هتلاقي قائمة تشغيل فيها مكتوب عليها الصف السادس، في كل منهج الصف السادس شرح الوحدات وحل امتحانات ومراجعات. تمام. النهاردة ان شاء الله هنشتغل محافظة السويس، على اساس ان في ناس كتير طلبوها مني، هنعملها ان شاء الله النهاردة مع بعض. قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وتشيروا الفيديو عشان كل اصدقائكم يستفيدوا. نبدأ بسم الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، محافظة السويس هي امتحان رقم 12 صفحة 60 في كراسة المعاصر اللي هي جاية أول السنة مع كتاب الشرح. كان معاه كراسة كده فيها امتحانات المحافظات. دي محافظة السويس. طبعا أول سؤال زي ما قلنا قبل كده، كل المحافظات على فكرة بتبقى امتحاناتها زي بعضها وشبه بعضها، واحنا اتدربنا كتير على حل الامتحانات. أول سؤال بيبقى listening، وتاني سؤال برضو listening، بس أول سؤال سهل جدا بيديك كل نقطة 1 2 3 4 فيها 1 فيها A و B، 2 فيها A و B وهكذا. المدرس في اللجنة عندك في الامتحان بيقرأ وانت بتستمع ليه، بس مجرد تعرف الجملة اللي هو بيقرأها فين وتحط عليها دايرة. يعني لو المدرس قالك number 1 I had 3 cups of coffee، يبقى في الحالة دي احط هنا ايه. لو في number 2 أرى B احط دايرة على B. بس ادي اول سؤال سهل جدا. طيب تاني سؤال بقى اللي هو بعد كده صفحة 61، زي ما انتوا شايفين عبارة عن محادثة listening برضه، وبتستمع وبتحط الكلمة الناقصة، ودايما بيجي لك الحوار المحادثة من المحادثات اللي انت خدتها في المنهج. طبعا كلنا شفنا الشرح، الفيديوهات فيديوهات الشرح، وكلنا مذاكرين وشاطرين وشفنا المحادثات اللي كانت بتجي لنا في الوحدات. وكنت بقول لكم دايما ركزوا على المحادثات ديت واحفظوا المصطلح التعبيرات اللي فيها. المحادثة طبعا لازم قبل المدرس ما يقراها تبقى عارف هي بين مين ومين، تمام، والموضوع العام بتاعها ايه او بتتكلم عن ايه. طبعا هي بين آدم ومالك. آدم بيقول هالو مالك هاف ا سيت، هنكتب هنا كلمة سيت، عارفين انتوا سيت طبعا اللي هي مقعد او كرسي غير متحرك. الفرق بين سيت وتشير، سيت غير متحرك انما تشير كرسي متحرك. هاف ا سيت هنا معناها تفضل بالجلوس. السبيلنج بتاعها اس اي اي تي. نمبر تو مالك قال له ثانكس او اتس اي تو داي. هي طبعا ده لسه انا هقولها. It's cloudy today، النهاردة الجو غائم في سحب. It's cloudy، هنكتب هنا cloudy، ها كلنا عارفينها برضو. قال له that's right، كلامك صح. It's 23 degrees، درجة الحرارة النهاردة 23. قال له do you think it's going to rain، هل تعتقد ان هي هتمطر؟ فقال له maybe، خلي بالكم maybe وحط نقطة لان هي maybe كده على بعضها يعني ربما، وسكت. فقال له هاو از يور فاميلي يا مالك، كيف حال عيلتك النهارده؟ هاو از يور فاميلي مالك؟ زي ار فاين بات ماي سيستر هاز ذا فلو. تمام، ادي اول تاني سؤال. طيب تالت سؤال بقى لتشوز، وقلنا لتشوز سهل جدا جدا، لو لقينا جمله صعبه بنستبعد الكلمات اللي احنا مش عارفينها ونفكر في الباقي. ودوت المبدا اللي عاوزاكم تتبعوه دايما في حل لتشوز، الاول نشوف الكلمات اللي ما تنفعش نستبعدها، ولو في كلمتين ممكن نختلف فيهم او نفكر فيهم نفكر فيهم كويس جدا قبل ما نختار. نمبر 1 هاو اي داز ات كوست فور تشيلدرن، طبعا ما دام لقيت كلمه كوست تكلف يبقى ماتش. تمام، كوست يعني يكلف، يبقى ماتش على طول. نمبر 2 ماي سيستر دازنت اي اون ميك اب، ما بتحطش ميك اب، خدناها بوت. نمبر 3 وي تيك ذا ترين ات ذا ترين اي، بناخد القطر من محطه القطر. ترين ايه يا حبايبي؟ ستيشن. نمبر 4 هاو ميني اي اوف ووتر، الازايز بتتحط في ايه؟ لوفز. لوفز يعني ارغفه عيش، بيسز قطع، سلايسز شرايح، بوتلز. يبقى دي هي المناسبه. نمبر 5 سما تشوبد ذا فيجيتابلز باي، سما قطعت الخضروات بنفسها، ها ها هير سيلف.
نمبر 6 ايس كريم از وان اوف ذا تشيلدرنز فيفوريت. ايه الايس كريم ده؟ واحد من ايه المفضل عند الاطفال؟ مشروبات طبعا لا، سبورتس رياضه، سبجكتس مواد لا، ديزيرتس يعني حلويات. ديد محمد، ها مدام سؤال بادئ بديد يبقى لازم بعد الفعل، يبقى الفعل في المصدر. قلت لكم قبل كده اي سؤال لازم يجي في الفعل في المصدر مدام في ديد او داز او دو، او لو جمله منفيه دونت دازنت دو ديدنت لازم الفعل يجي في المصدر. يبقى ديد محمد ايه؟ واتش. تمام. طيب نمبر 8 ماي ماذر هاردلي ايفر، ها مضارع بسيط، مضارع بسيط جوز. السؤال اللي بعد كده حبايبي سيركل ذا اود وورد، هنختار الكلمه، هنشوف الكلمه المختلفه نحط عليها دايره ونكتب البديل ليها هنا. لازم البديل يتماشى مع الكلمات اللي باقيه هنا، يعني هنا يوجوالي اوفن مانداي سام تايمز، كلها ظروف تكرار يوجوالي اوفن سام تايمز ما عدا مانداي، يبقى مانداي المختلفه واحط هنا ظرف تكرار يمشي مع دول اللي هو ايه ناقص ما يكونش موجود هنا، زي ايه؟ always، زي hardly ever وهكذا. نمبر 2 teacher bridge dentist farmer، كلها jobs وظائف ما عدا bridge، bridge يعني كوبري، يبقى دي المختلفة واكتب هنا اي وظيفة، chef دكتور اي حاجة. تمام. نمبر 3 rice take visit shop، هنا كلها افعال ما عدا رايس اللي هو الرز هو المختلف، يبقى ده المختلف، وهنا اجيب اي فعل eat help drink اي فعل. نمبر 4 what when monday who، كلها ادوات استفهام ما عدا monday، يبقى monday هي المختلفة دايرة واحط هنا why where how. نمبر 5 كلها صفات ما عدا بول، بول بس خلي بالكو صفات كلها تقريبا متعلقة بالجو، انت لو جبت اي صفة عادية تماشي مش مشكلة، بس حاول تجيب صفة تتماشى معاهم، اقول كلاودي ريني تمام كده، وهنا احط دايرة حول بول واجيب هنا اي صفة تتماشى مع دول. القطعة هنقراها مع بعض يا حبايبي، دايما بتتكلموا عنها في التعليقات رغم ان القطعة سهلة جدا من الاسئلة السهلة جدا، بنقراها مرة واتنين ونعرف مضمونها وبنجاوب، ودايما اسئلة القطعة بتبقى موجودة في القطعة نفسها. last summer الصيف الماضي I went with my family to Alexandria، جميل. we went there by train we stayed at a big hotel أقمنا في أوتيل كبير. In the morning we went to the beach، خلي بالكوا روحنا البيتش امتى؟ In the morning where we swam and played on the sand، خلي بالكوا الحاجات دي where دي هتاخدوها ان شاء الله بعدين، هنا مش معناها اين، معناها حيث، عشان جاية ككلمة وصل بين جملتين. we swam and played on the sand. In the afternoon we had lunch at a nice restaurant. we visited Alexandria Library and Kaitbay Citadel. In the evening we went to the cinema and watched an adventure film. خلي بالكوا قال لكم الصبح عملنا كذا وبعد الظهر عملنا كذا وبالليل عملنا كذا. we had a good time in Alexandria. تمام. دي القطعة سهلة جدا وكل كلماتها انتوا واخدينها. نشوف بقى الأسئلة. أول حاجة، ها نمبر 1 the family went to the cinema، الناس العيلة راحت السينما، خلي بالكوا في الصبح ولا بالليل ولا بالليل متأخر ولا في المساء ولا بعد الظهر، طبعا راحوا امتى؟ هنشوف في القطعة اهي السطر اللي قبل الأخير in the evening، يبقى راحوا فين؟ in the evening، يبقى الإجابة هتبقى ايه يا حبايبي؟ هتبقى دي. طيب we they went to Alexandria last ايه؟ راحوا اسكندرية last ايه؟ نشوف في القطعة اهي اول كلمة في القطعة last summer، يبقى الإجابة هتبقى last، يبقى هختار دي. تعالوا معايا السؤالين اللي بعد كده موجودين في القطعة برضه. where did they have lunch؟ جبنا القطعة تاني، هما تناولوا الغداء فين؟ فين كلمة lunch؟ اهو we had lunch at a nice restaurant، يبقى هحط خط في القطعة تحت at a nice restaurant وانقلها، انقلها في السؤال، يبقى هكتب هنا at a nice restaurant. طب what did they do at the beach؟ عملوا ايه في الشاطئ؟ تعالوا نشوف اهو تاني سطر we went to the beach where، عملنا ايه بقى؟ we swam and played on the sand، يبقى هحط خط من اول we لحد sand، sand دي يعني الرملة،
وهكتب الجملة دي كلها إجابة السؤال التاني، هكتبها هنا يا حبايبي. تمام، ادي سؤال القطع، سهل جدا وجميل. تعالوا معايا لما نشوف الباراجراف. دايما قلت لكم السؤال اللي بعد القطع يا اما باراجراف يا اما ايميل. طبعا ده باراجراف سهل جدا، قواعد الباراجراف موجوده عندكم في قائمه التشغيل في الفيديوهات بتاعتكم. انا عاملاها فيديو ازاي تكتب باراجراف وازاي تكتب ايميل، ازاي قواعد كتابه الباراجراف قلناها في الفيديو، شوفوها يا سنه 6. وقلنا ان لازم نتبع قواعد البنكتويشن، الترقيم، الحرف الكابيتال والنقطه والفواصل والكلام ده كله. طيب بالنسبه للجمل، هو عايز 7 جمل، سهل جدا مش صعب. قلت لكم هاتوا اكتبوا، يعني تخيلوا الجمل بالعربي في دماغكم، مثلا جمل كتير بالعربي، وبعدين ترجموها على الورقه هنا. تمام، هتلاقوا نفسكم كتبتوا ولا 10 جمل. تمام يا حبايبي، باراجراف سهل جدا. السؤال اللي بعد كده الترتيب، ببدا بالكلمه اللي تحتها خط. ها كلكم طبعا شاطرين ومتدربين كتير على الحاجات دي. ويل، هبدا بويل يبقى فاعل على طول، فين الفاعل بعدها؟ اهو ويل يو، بعدين فاعل ويل يو تيك. ها تيك ايه؟ ذا اندر جراوند تومورو، ماشي كده. ويل يو تيك ذا اندر جراوند تومورو. نمبر 2 اي، يبقى في ام، يبقى لازم ام على طول بعدها. اي ام جوينج تو هاف فيش، اي ام جوينج تو هاف فيش. الترتيب، السؤال اللي بعد كده ترقيم جملتين، واحده جمله وواحده سؤال. تمام كده، اول واحده طبعا الواي كابيتال هو عاملها، عاوز بقى الام منك بتاعت مونداي، وفي الاخر نقطه. لا خلي بالكم بعد يس ونو في كوما، يس وي ميت هيم ات لاست مونداي، وي ميت هيم لاست مونداي، احط هنا كوما دايما بعد يس ونو في كوما. تمام، تكتب الجملة كاملة وتحط له خط صغير تحت علامات الترقيم. Why are you studying in Aswan؟ staying sorry، why are you staying in Aswan؟ طبعا الواي بتاعت الدبليو بتاعت واي وأسوان الاي، وفي الآخر علامة استفهام. بكده يكون الامتحان بتاعنا خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا يا رب، وإن شاء الله أي حاجة أنتوا عايزينها برضو يا حبايبي اكتبوها لي في التعليقات. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وتعملوا له لايك وتشيروه عشان أصدقائكم يستفيدوا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.